السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي قناة معلومة أهلا بكم إليكم أغنى خمسة أشخاص في العالم. في المرتبة الخامسة أمانسيو أورتيغا بثروة تقدر بأربعة وستين مليار وخمسمائة مليون دولار. في المركز الرابع وارن بافيت بثروة تقدر ب 72 مليار و 700 مليون دولار. في المركز الثالث كارلوس سليم ب 77 مليار و 100 مليون دولار. في المركز الثاني بيل جيتس بثروة تقدر ب 79 مليار و 200 مليون دولار. في المركز الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والتعليق، فنحن نقدم كل يوم فيديو جديد في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت غرينتش.